بلال ميد مفد ميديا إلى مهرجان برلين، أشكرك جزيل الشكر. تحت شعار التبرع بالدم مسؤولية الجميع، قامت وزارة الصحة بإطلاق قافلة للتبرع بالدم من الرباط، ستجوب جميع جهات المملكة من 19 من هذا الشهر حتى 25 من مارس القادم. دعونا نتابع هذا الروبورتاج لسعيد كان. تحت شعار التبرع بالدم مسؤولية الجميع، قامت وزارة الصحة بإطلاق قافلة التبرع بالدم من الرباط وانتقالا إلى جميع جهات المملكة. القافلة ستدوم من 19 من الشهر الجاري إلى 25 من المقبل. أنا كمرأة مغربية جيت باش نتبرع بالدم ديالي، باش لأن كنقول بأن واحد الإنسان محتاج للدم، دونك أي قطرة كنتبرعوا بها إلا غادي تنفع واحد الإنسان. تبرع بالدم حيت باش نعاونوا خوتنا المسلمين ومحتاجين، باش الدم حتى في الجسم ديال البنادم الانسان خصو يتغير مره بنادم يتبرع بالدم ويعتق واحد الروح واحد اخرى. قافلة التبرع بالدم التي أشرف وزير الصحة على إطلاقها اليوم تهدف بالأساس إلى الرفع من مستوى مخزون المشتقات الدموية بمراكز تحقن الدم، وأيضا نشر ثقافة التبرع بالدم. المبادرة تروم تحقيق مخزون احتياطي من الدم يغطي على الأقل 7 أيام من الحاجيات، أي ما يعادل 4500 كيس من الدم. تنظم وزارة الصحة قافلة للتبرع بالدم، الهدف منها اولا الرفع من مستوى الاحتياطي على المستوى ديال المراكز الجهويه لتحقن الدم، ولكن كذلك ترسيخ الثقافه ديال التبرع بالدم والتحسيس باهميه هذا العمل الانساني النبيل. راه مريض اللي نعس بيطار كيحتاج الدم راه مسؤوليه كل مواطن، وبالتالي ما كناش اننا ندفعوا زعما التبرع بالدم الى الامام ونرفع عدد المتبرعين بدون مشاركة الجميع، كل شيء شارك تجاه التبرع بالدم. بنسبة زيادة 6% بخصوص الإقبال على التبرع بالدم، تظل وزارة الصحة تشجع بشكل مستمر على نشر هذه الثقافة والبادرة بين عموم مواطنينا المغاربة.